بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعرف على الاختلافات اللي بتصير داخل الملفات. يعني بكل بساطة، أنت غيرت على ملف، مش اتفقنا أنه الجيت بيساعدني أعرف الاختلافات اللي بتصير على الملفات؟ خلينا نطبق عشان تكون الفكرة واضحة. في البداية بدي أشيك على حالة المشروع. هو البروجكت شغالين إحنا عليه جيت ستيتوس بيحكي لنا هنا ان الورك دايركتوري نظيفه، فيش فيها اي تعديل. بدي اعدل على ملف النوت نانو نوت تاب، هاي انت بدي اضيف هون مثلا هاي علي، كنترول اكس واي انت، لكن المفروض انه تعدل. كيف بدي اعرف انه هذا الملف تعدل؟ بتقول لي بسيطه، اكتب get status، هاي انت بتقولي شايف هاي ملف النوت تعدل. فلو حكيت لك انا بدي اعرف شو اللي تعدل بالضبط، هون ساعتها نتعلم كوماند جديدة اسمها get different. شو بحكي لك هنا؟ اذا لقيت minus معناته هذا حذف، انت حذفت اشي من الملف. اذا لقيت بلس معناته انت ضايف اشي على الملف. قالك انت ضايف هاي علي، بيرفكت. كيف بدي اطلع من الملف؟ بيو. طب خلنا نعطي كمان مثال، بدي اروح على الورك دوت تكست، بدنا نحكي نانو وورك تاب، خلينا نحذف مع بعض الكرييت بيج هوم، بدي احذفها كنترول اكس حرف الواي انتر. لو استخدمنا الجيت ستاتوس فبحكي لك انت عدلت على ملف الورك. طب انا بدي اعرف شو اللي صار جوا الورك، بدنا نحكي جيت ديفرنت. فحكى لك هون عندك ملف النوت وهون عندك ملف الورك. في ملف الورك شايف في عندك ماينس، بحكي لك انت حذفت الكرييت بيج هوم، وحكى لي في عندك اضافه. شو الاضافه اللي عندي اياها هون؟ مين بيعرف؟ السطر الفاضي، السطر الفاضي. لو فتحنا الورك مع بعض شايف في عندك سطر فاضي، كان لازم نشطب هذا السطر عشان ما يعطيني اي تعديل، لكن مش مشكلة. بيو، اتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. خلينا هسا نرفع التعديلات على الستيج اريا. جيت اد، هنستخدم فقط اول نرفع الملفات اللي بس تعدلت. جيت ستاتوس، المحاضرات السابقة مش احنا رفعنا الورك والنوت على الريبستوري في المستودع، هم لهم اس اتش اي متذكرين. عشان اذكرك هاي جيت لوك، هينا رافعين احنا الفايل اللي هو النوت اند وورك، الملفين رفعناهم ومخزنات من النسخ القديمة يعني قبل التعديل. هتقولي طيب كيف بدي اعرف الفرق بين الستيج اريا والروبستوري؟ لو استخدمنا الجيت ديفرنت ما في شيء، فاضي. هاي كيو، وبدنا نستخدم امر جديد عشان نميز بين الستيج اريا والروبستوري. جيت ديفرنت دبل داش ستيج انتر. بحكي لي هون، بحكي لي في ملف النوت انت ضايف هاي علي. هسه هاي علي انت صار رفعت على الستيج اريا، لكن النسخه القديمه موجوده في الريبستوري، اللي في الريبستوري ما فيها هاي علي. خلينا نروح هسه على الورك. الورك شو بحكي لك؟ انت حذفت الكرييت بيج هوم وضفت سطر فاضي. في الريبستوري الكرييت بيج هوم لساتها موجوده، يعني هي لساتها مسيفه نسخ عندنا، احنا في عندنا نسخ. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. خلينا نسوي ملخص سريع. إذا بدك تقارن بين الورك دايركتوري والستيج اريا بنستخدم جيت ديفرنت. إذا بدك تقارن بين الستيج اريا والروبستوري وبدك تستخدم الجيت ديفرنت دبل داش ستيج. أتمنى كانت أفكارنا واضحة ويعطيكم العافية.